استقبلت السيده الجليله حرم صاحب الجلاله سلطان عمان معالي السيده فوزيه بنت عبد زينل رئيسه مجلس النواب البحريني وذلك في اطار زيارتها لسلطنه عمان للمشاركه في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والامه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وقد رحبت السيده الجليله برئيسه مجلس النواب متمنيه لها التوفيق والسداد في مهامها ومن جانبها عبرت زينل عن سعادتها بلقاء السيدة الجليلة آملة لها موفور الصحة والسعادة ومديد العمر ولسلطنة عمان مزيدا من التقدم والازدهار